بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. إزاي نرجع الملفات المحذوفة اللي ويندوز سيكيورتي بيمسحها؟ قبل ما أبدأ الشرح ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا على الشرح. كل اللي عليك هتدوس على ويندوز وهتكتب في البحث ويندوز سيكيورتي، هتدوس عليها. بعد كده هتيجي عند فيروس وهتنزل تحت، هتيجي عند برودكشن هيستوري، هتلاقي الملفات اللي اتمسحت قدامك كده زي ما انت شايف. هتيجي مثلا عند الملف ده، هتدوس على يس، الملف ده محذوف قدامك اهو. طب لو انت عايز ترجعه هتيجي مثلا على دي وهتعمل ريستور، هتلاقي الملف رجع معاك. وليكن انا هرجع الملف ده، هدوس عليه وهدوس على ريستور، هتلاقي الملف رجع معاك. لو انت عايز ترجع ملفات تاني كل اللي عليك هتدوس هنا وهتدوس على الستور، هتلاقي الملف رجع معاك اللي اتمسح. بس كده يا صاحبي، لو عجبك المحتوى بتاعي ما تنساش تعمل لي فولو.